فاش كنسمعوا مفهوم الديمقراطية التشاركية كنعتقدوا بأن هذا المصطلح جديد علينا وعلى ثقافتنا، ولكن على العكس تماما، هذا المفهوم كاين من القديم في ثقافتنا المغربية، أو أنه بان مع الجماعة والقبيلة بحيث كانوا الناس كيتشاوروا مع بعضهم في تسيير أمورهم الحياتية. لكن ما بين الجماعة والقبيلة حتى الدستور 2011 بزاف الأمور تغيرت وظهرت مفاهيم جديدة في تسيير الشأن المحلي، واللي من أهمها الديمقراطية التشاركية. الديمقراطية التشاركية هي مجموعة من الآليات اللي كتمكننا كمواطنين وجمعيات نشاركوا في إعداد وتقييم وتتبع عمل الجماعات من خلال تفاعل مباشر مع المنتخبين باش نضمنوا مشاركة جميع مكونات المجتمع في تدبير الشأن المحلي. وبهذه الطريقة كنحافظوا على تواصل مستمر بين المنتخبين والمؤسسات مع المواطنين والجمعيات، وكنضمنوا مساهمة الجميع في التنمية المحلية ومؤسسات التشاور العمومي. وباش نحقوا هذا الشيء كله خاصنا نفهموا معنى التشاور العمومي اللي حتى هو مفهوم جديد ونعرفوا الآليات ديالو. التشاور العمومي كيدخل في صلب الديمقراطية التشاركية، وكيعني بكل بساطة ترسيخ مبدأ التواصل بين المنتخبين والمجتمع المدني بهدف تجويد وتعديل القرارات اللي كيجيو بها رؤساء الجماعات، ويمكن لنا جميع نساهموا في هذه العملية من خلال اهتمامنا وانخراطنا في الشأن العام المحلي. اللي مخول ليه يقوم بهذا الدور هو الهيئات التشاورية اللي كاينين داخل الجماعات. بالنسبة لأعضاء هذه الهيئات خاص توفر فيهم الكفاءة والدراية بالأمور ديال الجماعة اللي كينتميو ليها، بالإضافة إلى تمكنهم من مهارة التواصل والترافع والتفاوض باش يقوموا بالدور ديالهم على أحسن وجه. وإذا كانوا عندنا أعضاء متمكنين من هذه المهارات فغادي يساهموا في تقديم مقترحات استشارية لرئيس المجلس، كيف ما غتكون عندهم القدرة على تتبع وتقييم عمل المجالس الجماعية والتفعيل ديال هذه الهيئات، غادي يعاوننا في تدبير الشأن المحلي في الجماعة ديالنا ويخلينا نشوفوها كيف ما بغينا.